السلام عليكم، انا اسمي علي منتصر وده اول فيديو اعمله بالعربي على القناة بتاعتي. موضوع الفيديو النهاردة باختصار الفرق ما بين التريننج والانريتشمنت، الفرق ما بين تدريب الكلاب والتعزيز. التدريب بمعنى مبسط ومختصر هو اتباع سلوك معين او تدريبات معينة في مراحل الكلب العمرية من اول ما هو جرو لحد لما يبقى كلب بالغ علشان يتبع سلوك معين بقية حياته، سواء انت كلب جايبه علشان الاوبيديانس فقط او يبقى بروتكشن دوج او وركينج دوج، اي كان الوضع اللي انت شاري علشانه الكلب بتاعك. الانريتشمنت او بالعربي كلمة التعزيزات معناها اتباع نمط معين او سلوك معين بشكل مش يومي، الغرض منه زيادة ادراك الكلب بتاعك للمحيط الموجود فيه وتنمية وتعزيز قدراته العقلية والجسدية. هل الأسلوب ده متبع لكل الفئات العمرية للكلاب؟ لا طبعا، ده متبع للكلاب اللي وصلت لمرحلة البلوغ أو الكلاب اللي سنها كبير، يعني من فوق سنة سنة ونص تبتدي تعمل انريتشمنت للكلب بتاعك. طيب الانريتشمنت ده بيبقى عبارة عن ايه وبيفيد من ايه؟ احنا عندنا 3 أنواع من انريتشمنت. انفايرومنت انريتشمنت، اللي انت تعمل تعزيز للكلب بتاعك للمحيط اللي حواليه، تاخدوا دايما اماكن جديدة، اماكن فيها روائح جديدة، فيها حاجات اول مرة يشوفها زي بحر، بحيرة، مكان يكون فيه اشجار، مكان يكون فيه حيوانات تانية من غير ما يكون فيه تواصل جسدي او عن قرب ما بينهم من بعض. المهم ان انت تلفت حواسه الداخلية زي حاسة الشم عنده في المكان الجديد، تطلعه من المكان اللي هو معتاد فيه او المكان اللي هو متعود يعيش فيه لاماكن جديدة. ده أول نوع من أنواع التعزيز. التاني نوع المينتال انريتشمنت، التعزيز العقلي أو الذهني، هو إنك مثلا تجيب الأكل بتاع الكلب بتاعك، وبدل ما أنت متعود إنك تقدم للكلب الأكل بتاعك في الطبق بتاعه خلاص، لا تحاول تحطه جوه لعبة زي كورة أو زي قفص صغير بحيث إن الكلب يبقى شايفه بس مش قادر يوصله، ويكون في تريك واحدة تخلي الكلب يوصل للأكل دوت من غير ما يأذي نفسه طبعا، وهبقى أوضح لكم دوت بصور أو بفيديو مع الفيديو بتاعي. ده بالنسبة للتعزيز الذهني أو العقلي. في التعزيز البدني الفيزيكال انريتشمنت، وهو إن تخلي الكلب يبقى شايف الأكل بتاعه بس في صعوبة في الحصول عليه. الناس مثلا اللي بتأكل رو فود، انت هتجيب مثلا حتة الفرخة أو حتة اللحمة اللي انت بتأكلها للكلب بتاعك وتحاول تربطها في مكان عالي شوية، الكلب هيبتدي ينط، هيبتدي يدور على طريقة ازاي يوصل بيها للأكل بتاعه، فهيبتدي يحرك جسمه. ليه الانريتشمنت مهم وضروري مع طبعا التدريب اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول؟ الانريتشمنت مهم لأن معظم الناس بتتبع روتين واحد مع الحيوانات بتاعتها. لو كان في تدريبات تمرين معين زي اللي هو بيجري الكلب أو بيمشيه، وبعد كده بتيجي الكلاس بتاعته اللي هو التدريب سواء كان على الاوبيدينس او البروتكشن او اي كان نوع التدريب بتاعك، وبتستمر حياة الكلب على هذا المنوال طول عمره، روتين واحد ما بيتغيرش. الانريتشمنت بيزود قدرة الكلب بتاعك على ادراك المحيط اللي حواليه، بيحميه من امراض كتيرة نفسية بتيجي للحيوانات والكلاب زي الاكتئاب، بالاضافة لانه بيخلي الكلب دايما عنده حس الادراك اللي هو واخد باله من كل حاجه حواليه، مش مهايبر، ما عندوش تقل اللي هو يعمل حاجه معينه طول ما العمر بيكبر بيه، هم زينا زيهم بالظبط. انت مثلا لو متعود ان انت تروح الجيم وبتنزل متواصل كل يوم، كل ما بتكبر كل ما تحس ان انت بقيت اتقل تبتدي تكسل. تدريبات الانريتشمنت بتفرق في دوت كتير، ان هي بتخلي الكلب ذهنه نشط بس مش مهايبر، مدرك للبيئة اللي حواليه ومدرك للتصرفات المحيطة بيه كويس جدا من غير ما يسيبه أي نوع من أنواع الملل أو الاكتئاب من الاعتياد على الروتين اليومي. تمام، أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أشرح الفرق ما بين الانريتشمنت والتريننج العادي بمنتهى البساطة. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب وتدوس لايك، واستنوا الفيديو اللي جاي. شكرا.